كل سنة وانتم طيبين. النهاردة سنة جديدة وإن شاء الله سنة سعيدة. الله عام سعيد. عام سعيد ولينا كلنا، خاصة في بوادر للسلم والسلام وفي حلم لبناء الأوطان. وده اللي احنا بنتكلم عليه. هنحلم النهاردة مع بعض وبكرة إزاي نبني الوطن السوري مرة أخرى كلنا. النهاردة أخواننا المسيحيين في الكنيسة الشرقية، مش كده برضه، بيحتفلوا بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. فبدون الدخول في الآراء الفقهية المختلفة، بنهني الجميع بالسنة بعيد الميلاد وكل شيء إن شاء الله. نتمنى إن احنا في سوريا نعيش كمجتمع واحد زي ما كنا عايشين قبل كده من قبل، ولا يفرقنا أحد، ولا يسيس أدياننا أحد، ولا يسيس ثقافتنا أحد، ولا يقسم المجتمعات أحد أبدا على الإطلاق، ونتحول من وطن يجمع الجميع إلى مجتمعات صغيرة أو مكونات سكنية صغيرة كما يريد الآخرين أن يجعلوا هذه الأوطان الآن. من أهم الأشياء اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهارده قبل البرنامج اللي هي المعايير الإنسانية اللي احنا المفروض نلتزم بيها، الإنسانية والحيادية وعدم الانحياز والاستقلالية والوحدة، وإيه تاني حد فاكر؟ الخدمة التطوعية. حلوة دي. الخدمة التطوعية وآخر واحدة اللي هو العالمية. فإحنا عمال إنسانيين شئنا أم أبينا. أقولها تاني، إحنا عمال إنسانيين شئنا أم أبينا. أقولها تالت، إحنا عمال إنسانيين شئنا أم أبينا. عملنا ليس سياسي، عملنا ليس حزبي، عملنا ليس عرقي، عملنا ليس جهوي، عملنا ليس متحيز لفئة دون فئة. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو من كان يحاربني بالأمس حتى ولو كان على غير ديني. فاحنا نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نطبق تعاليم بعض الناس الذي يريدون أن يقسم المجتمعات إلى أشياء أو إلى مجموعات سكنية. نخرج من وطن كبير إلى مجموعة سكنية ثم إلى فرد. دي في منتهى الخطورة، لا يشعر بها الإنسان إلا بعد أن تحدث النكبة والمصيبة إلى آخره. كانت الأسرة آمنة في ظل مجتمع، في ظل مدينة، في ظل وطن، وأصبحت الأم بدون زوج، والطفل بدون أب، والأب بدون زوجة أو أطفال. هكذا ما يريدون الآخرين للمجتمعات، لأن مجتمعاتنا غنية، غنية بالثقافة وبالعلم وبالحضارة وبالتاريخ، وغنية بمقدراتها. وأهم غنى أو ريسورس فيها هو أنتم، اللي هو العنصر الإنساني الذي إذا اجتمع في مكان ما أحدث نهضة تفرز حضارة، أحدث نهضة تفرز حضارة. فلا بد أن اليوم هتكلم على الحضارة، مش هتكلم على حبة أكل وشرب وحبة خيم وحبة إيه تاني. كل ده كلام ماشي في طريقنا، لكن إحنا صناع حضارات ومقيمي نهضات، ولا تتخلوا عن إرث آبائكم وأجدادكم في أن نتبع هذه التقسيمات. عشنا مع بعض. سوريا عملت حضارة ولا ما عملتش؟ هي الحضارة. هي الحضارة. طب خلاص بقى نرجعها تاني، واحنا واثقين في كده بكل مكونات مجتمعنا السوري، وكل مجتمعنا السوري كمجتمع ثقافية أو عرقية أو دينية أو إلى آخره. الإنسانية بتاعتنا اللي هم الست مبادئ مش هاخد فيهم كتير لان انتوا عارفينهم احسن مني،
وأنا الحمد لله بتعرض لنفحات من العمل الإنساني السوري في خلال ال5 سنوات الماضية، وإن شاء الله تكون منتهية في هذا العام. لكننا لابد أن نستعد لبناء الوطن. ده العنوان الكبير. والعودة إلى الوطن. وده أصعب من اللي فات. شغل العواطف والدموع لأن في الوقت اللي جاي مفيش فلوس هتيجي. التلفزيون هيغيب عننا، الميديا هتقف، الإعلام هيقف، التشنجات بتاعت المذيعين والمقدمين البرامج هتنتهي، وهنترك إحنا بقى للأرامل والأيتام والأحياء المدمرة وكذا 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 وكذا، وما اتعلمناش إحنا من قضية أفغانستان، قضية البوسنة، قضية الشيشان، والتانية اسمها يا ربي، حتى الصومال. الصومال بقى لهم دلوقتي 30 سنة تقريبا داخلين في مجاعة محدش عايز ينتشلهم منها. هم شعب قادر على انه يعيد نهضة بلده مرة أخرى. لكن الفلوس بتقف لما الإعلام بيصمت عن التحدث عن قضية ما. فسيصمت الإعلام حينما توقع اتفاقية السلام. إعلام هؤلاء أكبر تحدي لينا. أكبر تحدي لينا. كان بيعيط امبارح وبيصرخ وكان بيولول عن القضية السورية، هنشغل بقضية تانية. في قضايا دلوقتي بيقولوا دي درجة أولى. فيجتمع لها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المانح، ها؟ قد تكون حلب دلوقتي أو سوريا. لكن بعد شهر أو 2 أو 3 هتحصل لها قضية تانية، لأن خلاص احنا وقعنا السلام. أخطر تحدي لينا هو بعد توقيع السلام. كيف؟ أرجع أقولها تاني، نبني الوطن. ولن يبنى وطن إلا بالوحدة. ولن يبنى وطن إلا بالتعاون والتنسيق والتشارك والتنازل عن الشخصية الاعتبارية. ودي أكبر نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هي دي المفرقة وهي دي الحالقة التي تحلق الدين ولا تحلق الشعب. دي معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اشمعنى انا ما اطلعش في الصوره؟ اشمعنى انا ما اخدش كذا؟ ما بقاش انا الرئيس، انت مين؟ انت ماء مهين. وانا ماء مهين، صح؟ مش انا ماء مهين؟ ها مش انا ماء مهين؟ كرمك الله، كرمك الله. اذا كان ربنا قال كده. الله العظيم ده ربنا قال كده. بس انا مش فاكر الايه، حد ذكرني فيها. ها؟ فان هذا الماء المهين يصبح فرعون اللئيم. صح؟ عندنا فرعون وعندنا فرعون وعندنا النمرود ومين تاني؟ وعندنا هامان وعندنا مين تاني؟ ها؟ لا ما بتكلمش في الاحياء، بتكلم في الاموات. عندنا كل هؤلاء. كل هؤلاء عندنا في نحن. لان احنا ما بنتبعش عدد ونفس وما سواها. اللي سوى النفس هو ربنا. او احنا هنسوي انفسنا. خلقنا هنسوي انفسنا. نعم وجراها وطن. فالتنازل عن الجزء من الشخصيه الاعتباريه اصبح فرض عين على كل من هو موجود في هذه القاعه. اوعوا لن تبنى الاوطان الا بالتنازل عن جزء من الشخصيه. من اجل الصوره الكبرى والرؤيه الكبرى لبناء مجتمعات قويه تحافظ على كيان الوطن. ها؟ الأنانة بقى ننحنح. مش كده يا حمادة؟ ننحنح الأنانة. ما ننقلش النحنحة. ها؟ ترجمة الإخوة بتوع غزة مش فاهمين، يعني مش عارفين ده أنتم متربيين في مصر. الأنانة من أنا والنحنحة من نحن. خلاص؟ ترجمة؟ يعني احنا ايه؟ ننحنح الأنانة وما ننقلش النحنحة. عايز تدخل للناموس. دخلها. بما ان السوريين ما يعرفوش يتكلموا عربي زي المصريين. فسنطفي عليكم بهاء اللغة المصرية العربية التي أنشأت اللغة العربية. خلاص؟ تمام. فاحنا بنلتزم بالمعايير الإنسانية. لأن هناك من يرقب تصرفاتنا منذ 2011
وهناك من يتبع خطواتنا منذ 2011 وما قبلها وبعدها. ولست بالخبي وليس الخبي بخادعني أو يخدعني إلى آخره. ها؟ كيف نحافظ على يعني إيه آلامنا في وقت الظلام والظلمة والظلم من أجل الإنسان اللي هو موجود الآن بيعاني، سواء كانت امرأة أو المرأة. يعني ثقافة المجتمع أصبحت اتغيرت، خاصة في الأسرة. المرأة اللي كانت عندها الحيثية بتاع بيتها وكيانها وخصوصيتها في المخيمات ما أصبحتش هي نفس المرأة، والبنات اللي تربوا في المخيمات ما أصبحوش هم نفس البنات اللي كانوا متربين في البيوت، والضيع بالأخلاق دي كلها. هتتعاملوا مع مجتمع جديد، ما تجيش تتعامل معاه بعقليتك اللي ايه المتحجره اللي بقى لها 10 سنين او 20 سنه. لا، المجتمع اتغير. في بعض الناس لم يشعروا بالام هؤلاء النساء والاطفال واخلاقهم اتغيرت، فبينزلوا عليهم بالصياد. غلط، لان احنا قهرناهم فعاشوا في مخيمات، ولن يعلم مراره كلمة مخيم إلا من ذاقها في مخيم، لن يعلمها. ها؟ فلا نتاجر بالطفل اليتيم لأنه ليس سلعة، أو بالأرملة المكسورة لأنها ليست سلعة، ولا بالرجل الحزين المكلوم لأنه ليس سلعة، بل هو وهي وكلهن وكلهم أصحاب هذه المؤسسات، ولسنا نحن. نحن ما إنا إلا خدم عندهم، والذي يحول هذه الخدمة إلى وجاهة بطن الأرض أولى له من سطحها، لأن الذي يدفع مرتبات كل هؤلاء هم هؤلاء الأطفال الذين نتغنى بمآسيهم ولا نعيشهم شو. أنتوا طبعا بتتكلموا فرنساوي وأنا بتكلم عربي. هندي. طيب كويس، فدي القاعدة الأساسية. برنامجنا اليوم ما هو إلا محطة ننطلق منها لرؤية كبيرة لتجميع الناس والتنسيق والعمل مجتمعين على بناء وطن. وطن كان مهدا للحضارة وسيظل مبعثا للنهضات. لا تتنازلوا عن هذه الرؤية مهما طال الزمن. مش مهم أن تتحقق الحلم أو يتحقق الحلم والرؤية في جيلي، لكن المهم أن أخطو أنا بالخطوة الأولى لكي تنهض الحضارة فيما بعد، وتنهض النهضة فيما بعد، وتنهض الأوطان فيما بعد. أنبياء كثر لم يتمتعوا بنشر دعوتهم في حياتهم، ولكنها انتشرت بعد مماتهم. هذه الأمور بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر الذي بين يدينا هو نفس وما زكاها. نفس وما سواها. والآن أنا والنحنحن، فنحن متنحنحين لننحنح الآخرين. مفهومة؟ ولا أهل غزة خلاص يعني تركوا جمهورية مصر العربية؟ النحنحة دي مهمة جدا 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 جدا. احنا ان شاء الله زي ما كان اخونا الدكتور محمد اتكلم في الاول، ان احنا في ثلاث مجموعات. مجموعة الدكتور محمد السوسي، ودي من اهم المجموعات. يعني انا بتكلم كتير لكن انا مدرب فاشل حقيقة، مش كده يا محمد دكتور؟ ما انت اكيد عيب، انت نسيت. لا ده الجبل بقى هيلبسنا. فدكتور محمد السوسي يعني خبره في العمل الميداني والتدريب. وفين اخونا ابراهيم العودي؟ وصل ولا ما وصلش؟ وصل. انا بس شايف النور جاي من ورا عايز يطلع من قدام. هو بصوا عليه ده، عدوا عليه بالنواجذ، لان هو في القضيه بتاعته قضيه اللوبينج والادفوكاسي اللي احنا كلنا بما فينا الناس اللي في الغرب زي حالاتنا متخلفين فيها.
متخلفين. يعني قد تكون القضية الإغاثية بنصرف فيها مئات الملايين، لكن قضية الضرب عايزين لها الملاليم وما بنلاقيش الملاليم. هتعرف الملاليم يعني إيه؟ ها؟ القرش اللي هو المليم جزء من القرش. ما بنسهرش فيها، أنا مش شايفينها، لكن هي اللي بتأثر على صاحب القرار وصاحب كل شيء للقضية للضرب. وانا هتكلم في اي حاجه زي ما الدكتور محمد قال لكم انها ايه يعني ايه بسد الثغرات. انا بس ايه لا 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 ما تجيش تمدح خلاص مدحت خلاص. فاعتقد ان الاخوين الدكتور محمد السوسي والاستاذ ابراهيم العوضي عندهم خبرات يعني انا لا اتمتع بانها تكون عندي. انا عندي كلام بس كلام حلو كده وخلاص، وفرصه حضرتك تخرج من الموضوع مش فاهم حاجه قول يا سلام شوف الفلسفه قد ايه، لان لا انا مش فاهم حاجه وبتاع ده وما يخرج ما ليش حاجه في ايده، لكن هتلاقي الحاجات في ايد الاثنين دول هذين النجمين. اقف يا ابراهيم، اقف يا محمد، هم دول الاصل. ها خليهم كل واحد يعرف خلاص يا سيدي اتفضل. فانا بقى انا بتاع الكلام اللي اقول لكم ايه، خلوا الناس دول هم اللي ايه يعطوكم الزبد.